سعيد سعيد مبسوط اول مره اشوف ارض صحراء. ايوه هو فين مدرج جدي؟ ايوه انا سعيد اني جيت المكان. بس ان شاء الله غير المتوقع. ايش تقدر تسوي؟ بنقفل بقى الاوضه دي بتاخد 7 دقايق بس هو قفلة الشغل سريعا. اصل التاريخ المعاصر بالنسبه للعلم الفلك في مصر بدا مع الحمله الفرنسيه ومحمد علي عمل منظار صغير في منطقه بولاق وبعد كده نقلوا للعباسيه وكان محمود باشا الفلكي كان في بره في درس بره في فرنسا ولما رجع هو تولى المرصد بعد كده لما دخلت شبكه الترام العباسيه اللي كانوا يقيسوا برضه شركه مجلنا الرفيسي والكهربائيه الارضيه فراحوا نقلوه لحلوان سنه 1903 اللي هو موقع الحالي دلوقتي وبعد كده في 1905 في محترف انجليزي فلكي اهدى المرصد لمنظار 30 بوصه اللي هو ما زال موجود في حلوان اهدى منظار 30 بوصه لحلوان فالمهم المرصد بتاع حلوان ساهم في اكتشاف كوكب بلوتو وكذلك رصد مذنب هالي كل العالم رصده في 1910 هو رصده في 1909 قبل العالم بكذا شهر وكانت وما زالت الصوره المرجعيه للمذنب هالي اللي بيجي كل 76 سنه هي الصوره اللي بتاخدها من مرصد حلوان بس كده في 1910 برضه ساهم مرصد حلوان في ان هو رصد بعض الرسوم النجميه والمجرات لم تكن مرصوده من قبل يعني. وكان يسمى المرصد الملكي. فزاروا الملك فاروق سنه 44 واعجب بشغل المرصد وادى اوامر للدوله ان هم يبنوا منظار اكبر تاني. اللي هو المنظار بتاع ايه؟ القطبيه الفلكي وقعدوا يدوروا على مكان ان حلوان بعد كده بدات يبقى فيها اضاءات زياده وادخله واتربه فلقوا المكان دوت بعد اي مكان عشان تعمل مرصد جديد ياخد حوالي ممكن سنتين دراسه بس دلوقتي يمكن اقل شويه. فالمهم اختاروا المكان هنا وبدا التشغيل الفعلي للمنظار هنا او الرصد طلعت منه يعني سنه 64. فالمنظار هنا من الخمسينات اواخر الخمسينات وهم بيبنوا فيه لكن في 64 كانت تعتبر بدايه الرصد في الفلكي في مرصد القطبيه الفلكي. ممكن ابص على الكلام حاجه وخفيفه كده. ايوه كده المفروض يطلع. على فكرة من الكاميرا مش هتشوف حاجة. مش مظبوط. مش مظبوط.
حد يهدي شمال يهدي شمال شمال نزل تحت نزل نزل تحت بس بس ما عرفناش نطلع الزيت دوت وجدنا تكلفة إصلاحها ممكن تكلف 200 واحدة اضطروا يشتروا ايه واحدة كمان كان ممكن كل حاجة بالتحريك كان من خلال ايه كنترول بانل الاسود دوت بس ده خلاص بقى يعني كل ده تم تطويره دي فقط الهاند بادل لكن كل دلوقتي من خلال الكمبيوتر بتقدر توجه المنظار بتاعك في اي اتجاه على حسب الاوبجكت بتاعك وبعد كده كمان الاوضه بتتفتح ونفترض ان انا هقول له روح ناحيه الايه الايست طب دلوقتي القبه بقى البيبان ديت اللي فوق البيبان دي كلها فدوت لو لما تاني دايس عليه كده ياخد حوالي 7 دقايق عشان افتحه فيعني ده البوتن شاطر دوت اللي عامل زي بتاع المغارات على بابا دوت برضه ممكن يتفتح طيب دلوقتي انا بعد ما فتحت الشفرات كلها عايز اوجه الايه القبه بقى نفسها القبه كلها بتدور يعني وهكذا ده دوت ايه كل الحركات كلها بيتم تحقق من خلال